والموقف الأخير خليني أعلق عليه، موقف السيد الصدر، أنا مبتدي جنابك إلك ولكل الأخوة، قلت ما راح تشكل حكومة بعد هذه الانتخابات، أكثر من 6 أشهر ما راح تصير، وعددت عدة أسباب، منها الحقيقة كان هو الانقسام الطولي في الوضع الطائفي في العراق السياسي، وأقصد هنا تحديدا الوضع الشيعي السياسي انقسم طوليا، من الصعب جدا الانقسام الطولي تستطيع أن ترتقي الفتقة فيه. والثاني الحقيقة هو الدور الإيراني الذي كان يهيمن، هو لا زال يهيمن لكن أضعف، تفارق مرة أنت تهيمن الكلمة مالتك توصل وتنفذ على الأرض، والآن لا، بدأت أكو مراكز قوة تتشكل، وهذا أيضا أثر الحقيقة بشكل كبير على أنه يستطيع أن يسيروا بنفس البرنامج اللي هو التحاصص وبالتالي التغانم، نعم، وعلى حساب مصالح الشعب العراقي. وأقول هنا المحكمة الاتحادية يجب أن تلعب دورها الأساسي في قول كلمة الفصل فيما جرى في العراق وتحديدا من بعد هذه الانتخابات، ما هو المطلوب؟ ولذلك ترى السيد الصدر يحاول أن يعني ينطي أمبول منعش سياسي، ويحاول أن يحيي الأمل بأنه يستطيع أن يمضي بهذا الاتجاه. وإحنا الحقيقة كنا عندما كنا نقيم وننتقد سياسيا ليس كالمطبلين اللي أحاطوا به واللي ترسوا الفضائيات، والآن بدأوا يتجاسروا بعضا على بعض، وهذه لا تلعب. تفضل. يعني الآن إذا ما تابعنا سير الأحداث وتوقف عند النقطة الأخيرة اللي أنت قلتها، التدرج الذي يتخذه السيد مقتدى الصدر تعتقد سيصل إلى ما تذهب إليه؟ التقى بالإطار، قال اذهبوا شكلوا حكومة، أعطى مهلة 40 يوم، النوب مهلة المستقلين، النوب هذا الانسحاب، تعتقد سيذهب إلى المحكمة الاتحادية لحل البرلمان وسيحصل على قرار بهذا؟ هذا الذي نتمناه أو الذي يجب أن يحصل أستاذ أحمد؟ سيد مقتدى الصدر الحقيقة لن يذهب إلى المحكمة الاتحادية، لأن هو يعرف كل زين أنه تأثيره على المحكمة أضعف من القوى الأخرى، هذه قضية أساسية، هذه واضحة القصة. المحكمة الاتحادية هسه البعض يقول مو من شغلها، أنا ما أقول هي تحل البرلمان، لكن هي تصدر قرار، هذا القرار من شأنه أنه يوضح الوضع الدستوري للحالة العراقية القائمة، هذه يمكن واضحة مو؟ مثل ما هي جاوبت على قانون هذا الأمن الغذائي، وصفت الحكومة بالمستقيلة بعد شكوى الآن قدمت. أستاذ أحمد، لازم حدا يشتكي، أنت من حقك تشتكي، مواطن عراقي يشتكي. لذلك شوف السيد الصدر يتصرف وحده يعني، وما مبين واضح، ما عنده حتى استشارة واضحة حوله سياسية. يعني أنت جيت اطلقت مفهوم الأغلبية وقلت سوف أقاتل وأنازع حوله وما أتراجع وما أعرف إيش، وبعدين تحولت شوية شوية تدريجيا إلى أن اليوم انطضوا أخضر، تدري بالمناسبة بتغريد إلى حلفاء اللي هم يعني الإنقاذ وطن وما أعرف شو اسمها، ضاعت علينا والله مسميات، أي إنقاذ وطن، التحالف الثلاثي، أي لا هو حلفاء في هذا يعني في هذا إنقاذ، ولو طاهم قالوا إذا روحوا أنتم هم شكلهم، تلاحظ هذا ضوء أخضر يعني هو سوف ينسحب بذاته.